ثاني الثاني اسمع لا لا مو قيم الاول عشان لا 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 عشان اختار ذوقي لا 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 اسلم اسلم انا بالنسبه لي انا تبي الصدق صوتك يعني اعطيه تقريبا 60% لا اصبر اصبر لا 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 الاغنيه ابيه يتحمس عشان يعطيني الاغنيه الثانيه بالاحساس طيب صلوا على النبي بالنسبه لي انا الله ما شاء الله على وجهي بس اللي ابغاهم يسمعون عشان ما يلا اسمعون ثلاثه يلا لجنتك اولا تحيات الجمهور اليمني جمهور اليمن كله نعم احب اغانيهم انت روحي الله جعلني سم لو شاز علاك انت روحي طن 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 انت روحي جعلني سم لو شاز علاك انت روحي طن 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 الثانيه يلا الثانيه يا جماعة هلا هلا ايوه ما تبغون ياسر منشد يلا عشان تدري ليه؟ عشان ما تاكل الجو علينا تدري اني بقى اقيم ذلحين اخذ تقييمك وبدخل على فارس السيد يلا انت روحي طق 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 اسمع صدق في الدنيا والله انا انت روحي والله انا سامج انا اقولها طيب يلا الثاني هذه لا انا عرفتني منشد يلا يا جماعة ضلوا علب لأن فيها حقرة يا جماعة أذنيلة بشوية حقرة فقرة يلا عيد بشويش لا توتر عيد شد يا جماعة ضلوا علب سوها صفايا تدهن القلب لك شر لا يمات انكتوبي واسعفوني بمن بارد وصبر جزوعي توصف حالتنا الآن توصف حالتنا وافزعوا لي بكرتون برقاق هاي الله انت وصف حالتنا والله شوف يا جماعه اسعفوني ليش ما بارد ما بارد اسعفونا طيب ها نبي مويه بارد تقييم تقييم لجنه التحكيم تقييمك سيء انت السيء يعني ذاك اللي وجهه زعلان سيء جدا سيء جدا ذاك اللي يجي الفيس الفيس لا لا اللي زعلان انت سيء جدا اعطيك 0 من 10 بيض الله لو في تحت الصفر اعطيتك تستاهل طيب سالب 10 كم؟ سالب 10 يعني ما لا ما هو بصفر كويس لا 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 مو سالب سالب 8 يعني 18 نزل سالب 8 طيب كم عطوك؟ سالب ذي صفر سالب 8 سالب 8 انا اعطيك موجب قريزي 30% صراحه تدري ليه؟ كم كم؟ اعطيك 30% احنا من 10 لا تتقيمون من 10 يعني 3 من 10 خلاص اعطيك 3 تدري ليه؟ ليه؟ تدري 5 بعوض بس الشباب اللي لان عندك احساس اي هذا عنده احساس اي عندك يعني سالب 3 ورب المصحف يا رجال ورب الكعبه يا بندر بندر انا عرفت ان شخصيتك مثقفه من هو وانها قادمه على الساحه ايوه حلو حلو قام لانه يعرف ايش اللي في وجه الواحد اي لان انت منك الحين دام حمسني خلني اتفلسف شوف انت بالنسبه لصوتك صراحه يعني انت تغني باحساس يعني ممكن تغني ما تقول يعني يا جماعه لا تقول يا جماعه ضلوا سهل ترى سمعني صوت اللي يغني عرفت باحساس يا سلام يعني ممكن تغني تحس فيه روح صح يعني في ناس لا يعني صوته مو بحلو تلقاه يغني ايش قصدك؟ طيب راس بطحه يتحسسها طيب الله يبيض وجهكم يا لجنه التحكيم على حياتي عاد افند اسماءكم لا والله والله لفن ذا والله لفن ذا تبي حسام حسام الحق قلنا ما يصلح على لا لا يا حبيبي حسام لا لا الله يرحمه شوف شوف اصلح مقطع صوتي حسام الحق اي حرك مني شويه يا سلام السين يا سلام سنك وجعان الالف الالف اوف منك الميم لما تجمع ميم ميم تجمع ميم اعطني اسم مستعار ماجد لا لا يلعب على الثقيل لا لا تركي يلا تركي تركي التاء 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 ها تركني الله الراء ايه ايه دخلك تنسي الكاف ايه كتاب وصفحه وانطوت يا سلام الياء يا يا الله يا رب
ارزقني. يا سلام عليك. انت موهوب، انت انسان موهوب. ورب المصحف يا رجال، ترون المفروض اني اطلع في نهايه البرنامج. إيه؟ تروني راوي وشاعر ومنشد ومفند اسماء. مفند اسماء. مفند. ايه. من اللي كان عنده 52 موهبه وكل يوم يكتشف؟ ما ادري بس انا اتذكر عندي كابتن. انا اتذكر اللي كان يكتشف الموهبه واحده من الربع. يعني البارح اذان الفجر كنت اتذكر الاسماء يوم كنت افندها. ايش افندها؟ بس يعني انت هاي في لو سمحت ممكن. لبيك. انت يعني كم لك وانت يعني يا استاذ مساعد في هذا المجال؟ المجال يعني انت انسان موهوب. المجال التنفيذي. انت انسان موهوب يعني تفند اسماء. شاعر. اعطيك قصه. هات قصه. منشد. منشد وراوي. اي منشد وراوي. ما شاء الله كله بفضل الله. وحافظ. حافظ كتب. نعم. كم كتاب تقرا في اليوم يا اخ مساعد؟ 12. 12 كتاب هذا يوميا. 12 كتاب كل صباح. نبغى قصه جن. نبغى قصه جن. لا بجيب لكم تراني طالب قصة العقيد. تراني طالب على الخشمة. مرعبة. جن 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 يا طول عمر السلامة. دحام 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 هذا القلب. مسوي الصفحات. وين الصفحات اللي انطلت كلها؟ والله ارتاح. اصبر اصبر اصبر. يا رجل يا رجل يا رجل. ليه قالوا لي والله جن لبسني والله لبسني يا رجال مريض يا رجيك فنذ فنذ عندك فنذ يلا عندك كمل القصه انت يعني جمهور تابعوا المهم الله لا يوفقه ورب المصحف نزلت ها دقيقه انا خرجته لازم الحين اوكي دنا ذبحني احبه ولا ادري وين اوديه ذبحني هاي من التلميع ايوه بحط عند الناقه كم خمس ساعات في ديزل خليه يجي هذا الشيء اوقات ما الى والله اللي هو عليا راح تسوي بس سمسم علي اقرا اذكاري اقرا اذكاري احلى بالادله وبالبراهين هلا اقرا 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 علي واجد ما جبنا هلا على شانك واجد جعل هاك دار وما بغيتوا يا ابوكم ودنا دراهم حولي كان شرحت طيب الله رجال ما كان شرحت ارجع من حالك ما في قصايد الشيخ طيبك الله ثاني كلمك ارفع قدرك ثاني الحمد لله الشيخ ولد عمي اقدر اقول انا الشيخ نعم نعم هذا الشيخ هذا الشيخ ومن ذاك الاسد ولا ما له شغل لا محمد ما كذا انت فاهم سطا صباح مين كان شباب ما يا معك 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 التجار يعني معك التجار صاحب الكابينه صاحب المطعم صاحب جاي فخار وش والنهايه عنوموني اخر اسبوع ترى وش هذا وش هذا وش هذا فضيه